السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الفيديو ده هنحل فيه مسألة على الأديابيتك رياكتور، واللي هي هتبقى مختلفة شوية عن اللي احنا كنا بنعمله في المسائل اللي فاتت من ناحية الحل، من ناحية الطريقة وخطوات الحل يعني هتبقى واحدة، بس اللي احنا بنحسبه بقى هيبقى هو المختلف. المسألة دي عندنا إيثانول بيتحول لأسيتالدهايد عن طريق الديهيدروجينيشن رياكشن، يعني بنشيل هيدروجين من الإيثانول علشان يتحول لأسيتالدهايد، وهو بيبقى في أدياباتيك رياكتور. أدياباتيك يعني المصطلح ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده كتير، وقلنا أدياباتيك معناه إن هي معزولة بحيث إن مفيش حرارة بتفقد ولا بتكتسب من المحيط الخارجي. وعندي الإيثانول فيبر اللي هو اللي داخل الرياكتور فيبر عند درجة حرارة 400 وهما 100 مول، والكونفرجن 30% بمعنى ان 70% منهم هيخرجوا، وان من وزنة المعادلة نقدر نعرف او هنحسبها يعني دلوقتي هنعرف قد ايه ايثانول خارج، اسيتالدهيد خارج وهيدروجين خارج. وعايز يعرف درجة الحرارة، ده بقى الجديد بقى يعني. انا عايز احسب درجة الحرارة، وانا كده كده عارف ان الكيوب صفر لان هو ادياباتيك فالكيوب صفر، فانا عايز اعرف درجة الحرارة اللي خارجة تبقى كام نتيجة بعد ما التفاعل يحصل زي ما هو موضح في المسألة. وقال لي ان السي بي بتاع الاسيتالدهايد المعادلة بتاعته هنا، لان السي بي بتاعته مش موجودة في الجدول، فانا ما عنديش معلومة عن الثوابت بتاعته، فهو جاب لي الثوابت في المسألة عشان اقدر احل. فخلينا نبدأ بالخطوات اللي احنا بنمشي بيها دايما. احنا اول حاجة لازم نتأكد ان كل الفلوريتس موجودة، وبالتالي فاحنا محتاجين نعمل ماس بالانس. الماس بالانس هيبقى بسيط، او المول بالانس بسيط جدا جدا. انا عارف ان الكونفرجن 30% فالايثانول اللي خارج هنا هيبقى 70، ومنه هقدر اجيب الاكستنت اوف رياكشن من البالانس بتاع الايثانول، وبعدين هقدر احسب عدد المولات. يعني هي بسيطه جدا يعني، مش محتاجه الحسابات دي كلها، بس احنا هنحتاج الاكستنت اوف رياكشن، فيعني احنا كده كده بنحسب. الخطوة اللي بعد كده ان انا هبتدي بقى اكتب المعادلات الاساسية. المعادلة الاساسية اللي احنا بنبتدي بيها هي الانرجي بالانس، ودي تاني دي الحاجة اللي احنا لازم نبدأ بيها كحل، ان الانرجي بالانس ايكويجن هي المعادلة الاساسية اللي على اساسها بنقدر يعني نشوف احنا محتاجين نحسب دلتا اتش ولا محتاجين نعمل ايه. فالمعادلة هتقول الى يعني شكلها كده، احنا ما عندناش اي معلومات عن تغير الكينيتيك انرجي ولا البوتنشال انرجي، فهنهملهم، ما فيش ورك وما فيش كيو، فالمعادله هتبقى الدلتا اتش بصفر. ده شكل المعادله يعني، ده بصفر وده بصفر وده بصفر وده بصفر، فالدلتا اتش هتبقى بصفر. وبالتالي فانا يعني قد يبدو ان دي حاجه مش صح، بس هي صح ليه؟ لان انا المعلومه اللي مش عارف المجهوله عندي هي درجه الحراره. في المسائل اللي فاتت كان دايما درجه الحراره بتبقى معطاه اللي داخل المفاعل واللي خارج منه. هنا الوضع مختلف لان درجه الحراره مش معطاه، وان انا ما عنديش كيو. يعني انا كنت عارف درجتين الحراره وعايز اعرف الكيو بكام، هنا ما عنديش كيو، فبالتالي محتاج اعرفه هي درجه الحراره. فانا يعني انا خلاص يعني انا هكتب معادله الدلتا اتش واشوف بقى ازاي اقدر احسب منها درجه الحراره. فمعادله الدلتا اتش دي لو جيت احسبها هحسبها بطريقه الهيت اوف رياكشن، فانا هقول ان هي هتساوي الدلتا اتش 1 زائد الدلتا اتش 2 زائد الدلتا اتش 3. فدي مش شيء جديد. وهبتدي بقى اكتب المعادلات. انا عندي الايثانول عند 400 درجة مئوية، وعايز يعني احنا خلينا نشوف دلتا اتش واحد. انا عندي ايثانول هنا عند 400 درجة مئوية وعايز اوصله ايثانول عند 25. قبل ما نتكلم في التفاصيل بتاعة الحسبة دي، في فرق بين الحل الموجود في الكتاب والحل اللي انا حله هنا، وهتكلم على يعني هعقب على الفرق بينهم في اخر الفيديو ده. بس السبب اللي خلاني احل بطريقه مختلفه ان الايثانول البويلنج بوينت بتاعته حوالي 80 لو انا مش غلطان، هي 78 ونص. فالايثانول بي بي بيتبخر عند 78 ونص، فهو لما يبقى عند 25 درجه مئويه، طبعا 78 ونص دي عند 1 اتموسفير، فهو عند 25 درجه مئويه 1 اتموسفير الايثانول لازم يبقى ليكويد. فانا عشان كده واخد الريفرنس ستيت بتاعته ان هو ليكويد. الكتاب خد الريفرنس ستيت بتاعته ان هو فيبر وحل على الاساس ده.
يعني هيبقى في فرق بين الخطوات الموجودة في الكتاب والخطوات اللي انا حل بيها، وده الفرق الوحيد، ان الايثانول هنا هو معتبره في الريفرنس ستيت جاز، انا معتبره او فيبر يعني، انا معتبره في الريفرنس ستيت ليكويد. الاسيتالدهايد والهيدروجين الاثنين يعني بيبقوا غازات في الـ في الـ في الـ في الستاندرد كونديشنز يعني 25 درجه مئويه، الاثنين بيبقوا غازات، فالاثنين دول ما فيهمش مشكله، هيبقوا غاز عند 25 لغاز عند درجه الحراره اللي انا مش عارفها، لكن ده هو الفرق الوحيد. عشان كده انا لما جيت اعمل الهايبوثيتيكال باث انا عملته على ثلاث خطوات، ان انا قلت ان الايثانول عند 400 هبرده لغايه لما يوصل عند البويلنج بوينت، وبعد كده هيفقد الحراره الكامنه بتاعه التكثف، وبعد كده هبرده تاني لغايه لما يوصل ل 25. فعشان كده هو متقسم لثلاث اقسام اللي هو دلتا اتش اي وبي وسي، والسي بي بتاعه الايثانول موجوده ممكن نعوض بيها، هنعرف نجيب القيمه دي، وبتاعه الدلتا اتش بي اللي هي هتبقى سالب الهيت اوف فابورايزيشن لان انا ببرده، وبعدين الدلتا اتش سي هو التكامل بتاع الايثانول ليكويد من 78 ونص ل 25، فنقدر نحسب الدلتا اتش 1 دي ما فيهاش مشكله. دلتا اتش 2 ودلتا اتش 3 ما فيهمش مشكله خالص، دلتا اتش 2 هتبقى الاكستنت اوف رياكشن في الدلتا اتش ار نود، ودلتا اتش ار نود دي هجيبها من الهيت اوف فورميشن. طبعا انا هنا واخد الهيت اوف فورميشن ده بتاع الاسيتالدهايد، ده بتاع الهيدروجين اللي هو بصفر، وده بتاع الايثانول الليكويد، يعني الرقم ده ايثانول ليكويد لان انا بعتبر ان هو في الستاندرد ستيت بيبقى ليكويد، فعشان كده انا مخليه ليكويد. في الكتاب هو واخد دي كفيبر خلاص، ده هيبقى فرق من الفروقات يعني. فدلتا اتش 2 ما فيهاش مشكله، دي امرها سهل. الدلتا اتش 3 بقى خلينا نرجع نشوف الدلتا اتش 3 ده، هيبقى ان انا عندي الاسيتالدهايد والهيدروجين هيتحولوا من غاز عند 25 لغاز عند درجة حرارة ما اعرفهاش خلاص. فيجي بقى هنا لما اجي اعمل هايبوثيتيكال باث، هو هيبقى عندي الايثانول عند 25، انا عملت الايثانول ده قبل كده أنا خلاص، لا ده اه انا لا لا ده مش عملته قبل كده، ده الايثانول اللي خارج في البرودكت، ده الايثانول اللي خارج في البرودكت، انا يعني البرودكت عندي فيه، معلش انا اتلخبط، البرودكت فيه الثلاثه، الكونفرجن مش 100%، ففي ايثانول وفي اسيتالدهايد وفي هيدروجين خلاص. فانا لما اجي هعمل الحسابات بقى، فانا هقول ده انا عندي ايثانول هيمشي في عكس الاتجاه اللي هو مشي المره اللي فاتت، يعني كان من 400 ل 25، المره دي من 25 لدرجه حراره انا ما اعرفهاش خلاص. هيتحول الاول لايثانول سائل عند 78.5، وبعد كده ايثانول غاز او بخار عند 78.5، وبعد كده لدرجه الحراره اللي انا ما اعرفهاش خلاص، فدي انا ما اعرفهاش. بالنسبه بقى للهيدروجين والاسيتالدهايد امرهم سهل، هو من 25 لدرجه الحراره اللي انا ما اعرفهاش، ان هو ما فيش فيز تشينج، هو يعني درجه الحراره المفروض ان هي تبقى اعلى من 25، ونفس الكلام بالنسبه للهيدروجين خلاص. فانا لما اجي اكتب المعادلات بقى بالنسبه لدلتا اتش 3 دي، هتبقى 70 في الـ الثلاثه دول، و30 بتوع الهيدروجين و30 بتوع الاسيتالدهايد. المشكله اللي هتقابلني دلوقتي ان الجزء ده دلتا اتش دي والدلتا اتش دي ودلتا اتش دي، الثلاثه دول هيبقوا بدلاله درجه حراره انا ما اعرفهاش، وهي المشكله ان هي مش بدلاله درجه حراره ما اعرفهاش وبس، ده هي بدلاله درجه حراره ما اعرفهاش مره تي باور 1 ومره تي باور 2 ومره تي باور 3 ومره تي باور 4. يعني المعادله بتاعت الايثانول مثلا هي الاخيره بتاعت الايثانول دي، هتبقى فيها هنا التي وفيها تي سكوير وفيها تي باور 3 وتي باور 4، بتاعت الاسيتالدهايد فيها تي وتي باور 2 وتي باور 3 وتي باور 4، بتاعت الهيدروجين فيها تي وتي باور 2 وتي باور 3 وتي باور 4. وطبعا هنا انا ما اقدرش استخدم الجدول بتاع الهيدروجين زي ما كنا بنعمل قبل كده، انا ما اعرفش درجه الحراره، هفرد البتاع ازاي، انا هستخدم الجدول ازاي ما انا ما اعرفش درجه الحراره، فانا لازم استخدم المعادله. فاللي هيحصل دلوقتي ايه، ان انا يعني هاخد بقى كل الحاجات الحلوه دي كلها واحطها مع بعض في معادله واحده، يعني الدلتا اتش 1 حسبتها ودلتا اتش 2 حسبتها، دلتا اتش 3 هتتحط بدلاله درجه الحراره، فهتبقى هي دي المعادله اللي عندي، هتبقى الدلتا اتش 1 ودلتا اتش 2 هما دول اللي حسبتهم، كل دي
اللي هي القوس الكبير ده والكبير ده والكبير، هو الثلاث اقواس المربعين دول، دول بيعبروا عن دلتا اتش 3. خلاص، ف اللي انا عايز بقى اعمله احل المعادله دي عشان اجيب منها درجه الحراره، ودي حاجه يعني احنا شفناها قبل كده، قلنا ان دي مش هينفع احلها بنفسي، ده لازم يعني بشكل مباشر لازم تتعامل بحل اسمه ترايل اند ايرور، ان انا هجرب كذا كذا درجه حراره واشوف. وكنا عملناها بالاكسل قبل كده وهنشوفها دلوقتي. حاجه اخيره بس عشان قبل ما انسى، ان الحل بتاع الكتاب برضو، احنا قلنا في بعض اختلافات بين الحل بتاع الكتاب والحل اللي انا عامله دلوقتي. انا اسف، الفرق الاول كان ان هنا انا معتبر ان هو غاز وهيتحول لسائل، فاضطر يعدي على 3 مراحل. هو في الكتاب افترض ان هو غاز هيروح لغاز، وبالتالي فيها كانت مرحله واحده، وانا متخيل ان هو ده اتعمل علشان يسهل الحسابات شويه. نفس الكلام هنا، ان هي دي هتبقى على مرحله واحده، لان هو من غاز لغاز فهتبقى مرحله واحده بس. فاللي انا عايز اشوفه بقى المعادله دي الكبيره دي هحلها ازاي. فخلينا نشوف الاكسل فايل اللي انا كنت قلت لكم عليه قبل كده، هو ده اللي انا حالل فيه المساله دي. الحل اللي قدامكم بس عشان يبقى واضح، هي دي درجه الحراره بتاعه الفيد، درجه الحراره بتاعه الايثانول، دي الريفرنس تمبرتشر، دول الثواب بتاع الايثانول السائل والغاز، ودي المعادله اللي انا حاسبها. فانا حاسب الدلتا اتش اللي هي الاولانيه بتاعه الايثانول من 78.5 ل 25، ده بالنسبه للرياكتنت، وده الجزء بتاع الدلتا اتش اللي بيبقى فيه من 400 ل 78.5، وفي الهيت اوف فابورايزيشن بتاع الايثانول. فالدلتا اتش دي انا واخد فيها الرقم ده اللي هو الدلتا اتش بتاعت الايثانول وهو سائل، زائد الدلتا اتش بتاعت الايثانول وهو غاز، زائد الليتنت هيت اوف فابورايزيشن. خلاص، فدول ال اسمه ايه ده، دول الحاجات اللي انا استخدمتها عشان احسب عشان احسب الدلتا اتش 1. دلتا اتش 2 اللي هي دي، اللي هي الاكستنت اوف رياكشن في الدلتا اتش ار، دلتا اتش ار دي انا هحسبها من الهيتس اوف فورميشنز اللي موجوده هنا. خلاص، الحاجه الاخيره بقى اللي هو الدلتا اتش 3. فدلتا اتش 3 فيها جزء للايثانول اللي هو الليكويد اللي هو محسوب من هنا من 25 ل 78.5، والفيبر اللي هو من 78.5 لاي درجه حراره. هو ده بقى اللي انا عامله، انا حاطط درجه حراره اي رقم، انا ما اعرفش بكام بس انا حاطط اي درجه حراره مبدئيا، وبعد كده هستخدمها عشان احسب. طبعا دي النمبر اوف مولز اللي في اللي تحت دي، ودي الاتش هات، وبضرب الدلتا اتش هات في النمبر اوف مولز يديني التوتال اتش، وده الدلتا اتش بتاعت الاسيتالدهايد من 25 للبرودكت تمبرتشر اللي انا مش عارفها، ونفس الكلام بالنسبه للهيدروجين، ودول الثوابت بتوعهم كلهم، وفي الاخر بحسب التوتال. الدلتا اتش 1 و2 و3 في الاخر خالص بجمعهم ده على ده على ده علشان اجيب الدلتا اتش الاخر. فاللي انا عايز اعمله ان انا اغير درجه الحراره دي عشان تخلي الدلتا اتش دي بصفر. فانا ممكن اخليها ايه دلوقتي 100، ممكن اخليها 120، لسه مش صفر، 130، 100، فهو بيحسب الحسبه دي كلها. فانا بس عايز يعني تاني، انا اتكلمت في الموضوع قبل كده بس هو مهم الحقيقه، يعني المعادله الكبيره قوي 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 دي التعويضه الواحده فيها هتاخد وقت كتير. فانا لو استخدمت البرنامج ده علشان يساعدني في الحكايه دي فهو هيوفر عليا وقت كتير جدا 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 جدا. طيب، فعشان بقى ننجز في الموضوع ده شويه، فاحنا ممكن نعمل ايه، نيجي هنا في الديتا ونيجي في الوات اف اناليسيس او السولفر، واقول له خلي لي الرقم ده بصفر بان انت تغير لي درجه الحراره دي، فهو هيغيرها لي ويخليها لي بصفر. خلاص، فهي النتيجه هتبقى 188 وشويه و7 من 10 تاني. فده الحل بافتراض ان الايثانول زي ما انا كاتب هنا ليكويد ات ريفرنس ستيت، يعني الايثانول عند الريفرنس ستيت ليكويد. الحل اللي الكتاب عمله ان هو بيفترض ان هو غاز في الريفرنس ستيت، وبالتالي فهو لما جه يحسب الدلتا اتش بتاع الفيد اللي هو الدلتا اتش 1 كان عنده بس الايثانول، فده اللي موجود هنا اللي هو اخد بس من 25 ل 400، الرقم اللي هو 78.5 ده ما عملش بيه اي حاجه. والدلتا اتش ار لما جه يحسبها حسبها من الايثانول فيبر، يعني الهيت اوف فورميشن هنا بتاع الايثانول كان 277.63 لان هو ليكويد،
هنا الهيت اوف فورميشن بتاع الايثانول اللي هو فيبر خلاص. فبالتالي الدلتا اتش ار اختلفت وده متوقع. هنا لما جينا نحسب البرودكتس عملنا الايثانول من 25 للبرودكت على طول خلاص للغاز، ما فيش اي حاجه للايثانول لك. وبرضه حسبت الدلتا اتش 1 و2 و3 وهعمل نفس الحكايه. فانا هقول ديتا ونشوف الجول سيك خلي لي ده بصفر بان هو يغير لي درجه الحراره دي، فبقت 185 و4 من عشرة، وانا اللي طلعته هنا 188 و7 من عشرة، يعني الفرق بينهم 3 درجات مئوية. هو الفرق مش كبير، وده يعني ده متوقع. ليه؟ لان الفروقات اللي هتبقى موجودة اساسا هتبقى في السي بي بتاع الليكويد ايثانول اللي هو هياخد جزء صغير من درجات الحرارة. يعني هو الليكويد ايثانول الفرق بينه وبين الريفرنس 50 درجة، فالجزء ده اللي انا اعتبرته جزء يعني في المره اللي فاتت ليكويد واعتبرته في المره دي فيبر، الدلتا اتش دي هتفرق شويه، وهتفرق الهيت اوف فورميشن اللي هي هتتعوض بالهيت اوف فابورايزيشن اللي احنا استخدمناه قبل كده. فالفروقات دي هي اللي هتخلي في فرق في درجه الحراره شويه. انا متصور ان اللي انا الطريقه اللي انا استخدمتها هي ادق، واظن ان يعني ان الكتاب يعني الحل في الكتاب ده كان يعني مبني على اساس ان زي ما احنا شفنا ان الفرق مش هيبقى كبير، وبالتالي فهو مش هتفرق اذا كان كده او كده. وبالعكس يعني الطريقة دي اسهل كتير جدا في الحسابات، لان احنا وفرنا يعني 4 خطوات من الدلتا اتش في الفيد وفي البرودكت يعني. بس كده. فيعني الملف ده ان شاء الله يعني هحط اللينك بتاعه في وصف الفيديو. وكده نبقى خلصنا الحمد لله، كده يبقى خلصنا اخر حاجة في الشابتر ده احنا بنغطيها، وكده يبقى خلصنا الكورس كله. ويعني ارجو ان هو يكون كورس مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.